السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحضور الكريم، أعلنت الدولة قبل ما يزيد على 9 سنوات أنها تتعامل مع القضية الاقتصادية باعتبارها القضية ذات الأولوية بحكم انعكاسها المباشر على حياة المواطنين ومعايشهم، وبحكم أن كل جهد مقدم من جانب الدولة إنما يستهدف في غايته تحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين. غير أن الإشارة لواقع الاقتصاد المصري ولمؤشراته ولما كان عليه سيكون ضرورياً لفهم طبيعة التحدي الذي كان على المصريين أن يتعاملوا معه. قبل عام 2014 كان الاقتصاد الوطني يعاني من جملة من التحديات الهيكلية، وكان أن أعلنت الدولة ومنذ اللحظة الأولى أنها لن تتعامل بمنطق العلاج القديم ولا بطرق التعامل التقليدية، حتى لو كان ذلك سيكلفها طوعاً أن تتحمل تقبل فاتورة قديمة. فكان الالتجاء إلى مسار الإصلاح الاقتصادي مباشرة الذي كان البطل الأساسي والأهم فيه هو المواطن المصري الذي تعامل بأنفة وشموخ وعزم على إنجاح هذا المسار. لكن ما جرى وما جرى كان كبير، أن العالم بأكمله عاش تحت وطأة إغلاق شبه كامل في أغلب اقتصاداته بحكم التداعيات الوخيمة التي خلفها وباء كوفيد-19، وبعد عامين متتاليين من إغلاق كامل أو شبه كامل، وما لبث الاقتصاد أن يلتقط أنفاسه قليلاً حتى داهمه الصراع العسكري الجاري في أوكرانيا، بما خلفه بما يصبح أن يوصف في هذه المرحلة بالزلزال الاقتصادي العالمي العنيف. غير أن مسار الإصلاح الاقتصادي المشار إليه أتاح للاقتصاد الوطني أن يتعامل بقدرة أكبر على مباشرة هذه التحديات ومرونة أكبر في امتصاص هذه الصدمات. ومع التسليم بكل ما سبق وبما خلفته جملة الأزمات الاقتصادية العالمية من تأثيرات على جملة الاقتصادات الناشئة ومن بينها الاقتصاد المصري، فإن عدم وضوح أفق واضح لنهاية هذه الأزمة أو على الأقل لتقليل حدتها وتأثيراتها، فإن السؤال يبقى مشروعاً بالنسبة لعموم المواطنين حول مستقبل الوضع المعيشي وواقع الاقتصاد المصري، كيف تتهيئ الدولة للتعامل معه طالما أنه ليس هناك أفق واضح لتسوية هذا الصراع في المدى المنظور. هذه الجلسة نخصصها للحديث عن واقع الاقتصاد المصري ونقسمها إلى شقين. الشق الأول أشرف فيه بالتحدث إلى السيدين الوزيرين دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهلا بحضرتك، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أهلا وسهلا بحضرتك. قبل أن نشرع مباشرة في طرح الأسئلة والتعرف على جانب من التجربة المصرية، أدعو حضراتكم لمتابعة هذا الفيلم القصير الذي يسلط الضوء على واقع الاقتصاد المصري، كيف كنا وإلى أين تحول. على مدار السنين كانت مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة، ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل، من غير أكل ومن غير شرب، بس يبقى في أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني، وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية،
عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر. فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض، مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكتر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30%، ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة. بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل19 قطاع صناعي ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل ل10 مليار دولار، بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن.